لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان مضى عليه زمان قبل ذلك كما قلنا يعيش في الجنة. كم عاش آدم في الجنة؟ كم أقام في الجنة؟ اختلف العلماء في مقدار إقامته مقامه في الجنة. فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم عليه السلام لم يمكث في الجنة إلا ما بين العصر إلى الغروب. ورد في رواية أنه لم يمكث في الجنة إلا ما بين العصر إلى الغروب، لكن الرواية الأقوى أنه مكث في الجنة 130 عاما. هو آدم عاش 1000 سنة، 130 عاما منها عاشها في الجنة، ثم أكمل 1000 في الأرض، كما يفهم ذلك من بعض ما ورد من آثار من أخبار. وورد أن اليوم الذي أخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة وهبط فيه إلى الأرض كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد في مسنده، أحمد بن حنبل.